شو بسوين اليوم؟ اليوم ان شاء الله حنسويه بسبوسة، كوبين سميد شوية خشن، رقم واحد كوب طحين، كوب عصير برتقال، كوب حليب، نص كوب زيت نباتي ونص كوب سكر وبرتقال مبشور وبيضة واحدة. هذه المكونات الأولى. المكونات للتزيين: كوب سكر، 2 خواشق صغار نشا، 2 خواشق كبار ليمون هاي، ونص كوب ماء، واثنين برتقالات كبار يعني تسوي زكيد عصير، خاشوقة صغيرة بيكنج باودر وفانيليا، وهذا نانين ناريل مطحون. ناريل مطحون يعني عبارة عن الكوك. شو اسمه؟ نانين. انت هذا تعيبني وتقول نانين، يعني الكوك ولا النارين. وهذا لوز مبشور والزبدة والسميد، حنوريكم كيف. شيء السوائل وبعدين نواشف البيضة. أول شيء بسم الله، والكوب ديال السكر تسوون زي كده، تشخلون انتوما كتشخلون، انتوما كتحطون الزيت شويش بشويش، يعني طريقة سهلة. تحطون البرتقال، المهم كل الأشياء السائلة تنحط طحين الحليب. هيه زين، انتوما كتشخلوا، حطينا الماء صح؟ هيه، والسميد حطوا بشوي بشوي، حطوا الكوب الاول ديال السميد وانتم كتشخلوا الطحين. رقم واحد يمكن هذا الكوب مال السميد ما حنكمله، وتحطوا الخاشوكه ديال البيكنج باودر وخاشوقه الفانيليا. هذه الاشياء كلها نواشف. اخر شيء تحطون هذه والحين تبداو تزيدوا السميد. من السميد الثاني على حسب العين وميزانها، لا يمكن انا حياخذ مني بس النص، لا والله كلها على حسب البيض، مره يكون كبير مره يكون صغير، بس وتشخلون زي كده. بعد ما تخلصون فيها والله ما شاء الله في المول، هذا المول العجيب، واي مول عندكم حطوا فيه قوه التفاريت فيها ما شاء الله عليها. شو القوه؟ انا اطلع العفاريت عمي. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله والله انا تعبانه ومريضه عمي. الله اكبر، والله من جيتنا 10 سنين ما شفتها، قالت بسيل مستشفى ويا عضرس ما ياها، ويا عضرس ضروس ما تلعورن. طبق الحمد لله. الحمد لله. شوفوا السميد اللي حيشيلها من المول يحط فيها سميد، اللي ما حيشيلها من المول ما يحط فيها سميد، احنا حنشيلها عشان حنزينها. ايوه. وكثروا السميد. ما يطيح لها شيء. ما في شيء يضيع. انتوما تخلطون البنات، دائما انا اقول لكم الحين على حسب الخليط، في مره يكون البيض كبير، في مره انتو تزيدوني الماء، بس وتكبوها زي كده. اول شيء تحطوها تحت، اول شيء تكونوا مشغلين الفرن من فوق ومن تحت، وبعد تخلوه لما تحطوها تخلوه من تحت، هي كلها تاخذ 15 دقيقه على درجه الحراره 150 بس من تحت تحيه، ولا 150 وشويه. يلا يدي لا خلا من اسمك. الصوص مال البسبوسه كتحطون اول شيء ماء نص كوب وكوب ديال السكر، تسوون زي كده، بعدين تزيدوا عليه اللومي خشوبتين، تسوون زي كده بس يذوب هذا السكر. حنوريكم كيف تسوون هاد البرتقالات في المشخله هذه وتحطوهم. تحطوهم عليهم حوت، عاد انت حوت. شوفوا النشا، 2 خواشيق تحطوا على النشا ماء، خاشوقتين ماء ينحط على النشا، والنشا كم كميته؟ خاشوقتين. خاشوقتين نشا يحطون عليه خاشوقتين ماء. لين يعطين. هذا شو الحين هذا حق شو هذا؟ هذا الصوص حق السمبوسه. البسبوسه، الصوص حق البسبوسه. ايه. ضروري 5 دقائق نزيدون عليه النشا اللي حطيناها، وتصيرون ثاني تشكلون زي كذا. هذا الصوص لازم يكون جاري، ما يكون ثقيل وايد. ما يكون غليظ يعني. ما يكون غليظ، بس تصيرون ثاني تشخلون، حنوريكم كيف لما نصير نصحيكم. هل يتبند عليه بعد كم حينه؟ بعد دقيقتين ثلاثة، حنوريهم كيف صار. لازم ما يكون وايد غليظ، صح؟ لا ما يكون وايد غليظ، بس شوية هو يجي زي الصوص. العمر الفرن، شفتوا لما تحطون الزبدة والسميد هي الحالة تصير تتفكك. تسوون زي كذا. هاي بسبوسة وبسبوسة. ما بصعبة. اللي سوينا تصيرون تسوون زي كذا، تكبوه عليه. ليش تخبزونها هدا؟ شوية عشان يدخل الصوص تحت، واحنا اصلا نبي الصوص حتى على الجوانب. ليش معنا؟ عشان تصير مسقية.
العصبية. يا سلام، طريقة فنانة وحلوة، وأي واحد على حسب الذوق، أي صوص تبغون تحطون حطون. مثلا إن شاء الله حنسوي لكم الأسبوع الجاي مال التمر. نفسه بسبوسة بعد صوص التمر يعني؟ صوص التمر، صوص التمر والحشوة تكون فيها تمر. شوفوا الحينة، الحين حنسوي زي كذا، وأي ديزاين تبون تحطوه حطوه. النارين هو يمشي مع البرتقال. شو اسمه؟ النارين. نارين. النارين هو يمشي مع البرتقال. ايه. شو هو؟ يحط قرفة. شو هو؟ شو اللي هو عمي؟ هذا ناريل. ناريل أو شو؟ ناريل. حنشيل الصحن هذا. خلاص. يعني خلينا خلاص لسه خلينا هذا بعدين تحطون اللوز. هيك. زي استعملي تشيلي يا سرحين يا تشل مثلا تغطي علي أنا ما أشوف. ما حد جي البركة فيها عمي، كيف نستخدم؟ زي يتش يتش مغطي كل البسبوسة. هي الحين هي. انا وليت هذا بوراق ولا شو تقول له، شو اسمه هذا اللي في دبي طباخ؟ ايش دراني. واي نكهه تبون حطون بس الحين خلاص. آه خلاص هاي البسبوسه هي 100% بس هي بالبرتقال. ايوه. يا سلام عليك يا رسول الله. هيا لله لله. هيا سمبوسه. هب سمبوسه. بسبوسه بسبوسه تلفني السمبوسه مالكم فوق الطبلة اللي في الثلاجة ديال خالد الخالدي. يلا عاد شو عاد قصي. استنى عمي. بسم الله توكلنا على الله. قصي صغيرة تقصين عودة صغيرونة. هاي كل شيء في البيت يستوي، في بركة ويغدي فنان ولا طعام ولا ذوق ما شيء شراف. أشوف هاي شكلها تي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذه بسبوسة بنكهة البرتقال على ما تشوفون شكلها روحها يجيب العافية. أي شيء تخدمينه في بيتك بعيد أبرك عن مال الدكان، بعيد أبرك. وهذه على ما تشوفونها. هاي الله يبكم طعم البرتقال وحمس أقول لها طعم غير نمونة. تعال تعال بسرعة اربع بسرعة. بسم الله بسم الله بسم الله. رقم واحد ولا رقم اثنين؟ مية مية. دير لايك. لايك لايك. وهذا شو يقولوا لي من هاللي في هذا اللي